لا 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 لا، معانا النهارده ديزاينر شغله حلو قوي وراقي جدا وفخم جدا، بحييه مره تانية واول مره يطلع معايا في برامج، احمد المغازي مصمم الازياء. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. منور انت. الفساتين ما شاء الله ده كام كيلو؟ تقيله جدا، كلها شغل يدوي اصلا، بس تحفه، حاجات حلوه قوي قوي. بما ان احنا اول مره نلتقي فاحكي لك، بس استنى، ما عندها سوسو منام. سوسو منامينو، ما تيجوا تقعدوا هنا اهو. هنيجي بقى. انا بشكركم على المجهود اللي عملتوه. قولي انت بدات ازاي؟ هو والدي في المهنه اصلا، وانا كنت حاببها جدا اصلا من صغري. اوكي. انا بقالي 18 سنه فيها. هو حضرتك عندك كام سنه؟ انا عندي 29 بالظبط. بس انت شكلك 19. ميرسي. شكلك صغير جدا. بقالك الحمد لله 18 سنه؟ اه الحمد لله. اوكي. بداتها بسبب والدك؟ بسبب والدي طبعا. أوكي. وكان عندي شغف ليها يعني. طب والدك كان متخصص جداً في ايه بقى؟ برضه فساتين، برضه سواريه وجراند سواريه والاوت كوتير والكلام ده كله. بالظبط. طيب بدايتك كانت مع والدك ولا؟ كانت مع والدي. مع والدك. وبعد كده بدات بقى اروح كذا مكان، كذا اشتغلت مع ديزاينر. اه طبعا. برافو عليك. بيوت ازياء هنا في مصر. بدات بقى اتعلم، بقى اخد خبرات منهم وكده. وبس الحمد لله يعني، واسقلت الموهبه طبعا بتاعتي بالدراسه. درست ايه بقى؟ درست اقتصاد منزلي قسم ملابس ونسيج. أوكي. درسنا من اي تو زد. اوكي. هو حلو قوي ان انت اشتغلت مع ديزاينرز، لان ده بيديك خبره كبيره ومتناصح انك عملت كده. هي ما اكتفيتش بس بوالدك ان هو بيشتغل في المهنه دي، انت اشتغلت مع ديزاينرز. كم ديزاينر؟ ما تقولش اسامي، بس كم واحد؟ كتير يعني. كتير. كنت كل واحد بتاخد من عنده منه خبره واكسبيرينس لغايه ما طلعت بالخط الخاص بيك. بالزبط. او الشكل الخاص بيك. بالزبط. طب احنا شفنا دلوقتي اربع فساتين افراح افخم من بعض. مرسي. في الحقيقه، فقول لي برضو الخامات والديزاينز اللي انت عملتها دي، استوحيت الديزاينز من ايه والخامات استخدمت ايه؟ هو اول حاجه الجامب سود، اول حاجه الفيكتوريا كانت لابساه. اوكي. هو ده سلوبات. كله شغل يدوي. في بايت وفي كسر وفي الكسر ده حاجه كده زي خارج النجف. اوكي. بنقول عليها كسر بس صغيره شويه. اوكي. وفي طبعا الشراشيب دي طبعا طالعه موضه جدا. اتفضل. انا جرب، وانا بقول منامين وسوسو يشيلوا الديل. الديل بتاعه طول وكل الحروف بتاعته مشغوله تقيل جدا. ازاي الطول الخفيف ده بيشيل التيل ده من غير ما يتقطع يعني ازاي؟ ما هو التول دوت احنا بندعمه من تحت بحاجه اسمها شريط جوميه. دوت بيبقى فيه كثافه شويه بس شفاف ما بيبانش. وبنبدا نشتغل الاول الشغل وبعد كده نثبته كله يدوي. فهمت قصدك ايه. طيب هنشوف فاصل. تمام. بعد الفاصل نيجي بقى نتفرج على ايه الحاجات السواريه والجراند سواريه الخاصه بيك. فاصل نرجع لكم، خليكم معانا لو سمحتوا. We'll be right back.
الله الله. النهارده احمد المغازي اول اربع فساتين افراح اقوياء جدا، تاني اربعه ينفعوا فساتين خطوبه لاذواق مختلفه. عاجبني ان هم حاجتك باين انها شغلك او فيها روح واحده بس ممكن تنفع كذا ذوق. كذا ذوق بالظبط كده. الموضوع اللي احنا بنشتغل عليه بس الفستان الذهبي عشان انا مبهر. ده معقول ازاي؟ دوت فكرته بسيطه جدا، هو شرايط جوميه اللي قلت لحضرتك عليها. كل اللي بره ده جوميه؟ كل دي شرايط جوميه ومتجمعه، وبعد كده رشناها سبراي. ما هي دي الفكره. لا الابتكار. بس ازاي قعدت تعملها؟ ما هي يعني هو طبعا كله معمول بالايد. طبعا كله شغل يدوي. طبعا فظيع. ميرسي. يعني فستان انا عاجبني جدا. طيب يعني ايه رشته سبراي؟ سبراي هو لونه ايه الجوميه ده؟ ابيض؟ لونه ابيض. رشيته ايه دوكو يعني؟ مش فاهم. سبراي دوكو. لا يا راجل. طبعا فعلا. ما هو ده هنا يعني ده الكرييتيف، ده الابتكار. انت ازاي تبتكر يعني القمشه دي مصري؟ الجوميه ده مصري؟ طبعا. برافو عليك. طبعا. يعني كل قمشاتك مصري؟ كل يعني 90% منها. انت فرحتني. ميرسي. يعني ديزاينر مصري واللي اشتغلوا وصنعوا مصريين، واللي عملوا الشغل اليدوي ده كله التطريز مصريين، والقمشه مصري. انا بتبسط قوي لما يبقى معايا ديزاينر عامل حاجات صعبه ويقول لي انا عامل قمشه مصري، لان في مع احترامي طبعا للكل في ديزاينرز كتير بيستسهلوا يعني يسافروا من هنا ويجيبوا من هنا ويجيبوا من محلات مستورد، بس الديزاينر الصح هو اللي يعرف يعمل من الفسيخ شربات. انا مش قصدي ان القمشه المصري فسيخ، في قمشه مصري حلوه جدا بالذات في الاونه الاخيره، بس الديزاينر الصح بيتصرف عشان يطلع حاجه حلوه ومميزه. فبرافو عليك. ميرسي. طيب في الفستان اللي كانت لابساه فيكتوريا اللي هو كان فيه ريش من تحت. عجبني قوي الديجرادي بتاع الالوان اللي هو روز بالازرق. ما الريش ده كله برضو يدوي على فكره، يعني احنا بنجيبه بالمترو وبنشتغله يدوي. اوكي. فتدريج الالوان برضو يعني. انت مين بقى بيساعدك في الكولكشن؟ طبعا التيم بتاعي طبعا بيساعدني. أوكي. بيقول افكار والدك؟ يعني شويه بس يعني افكار. انا أفكار. بشتغل على نفسي كويس جدا الحمد لله. بشتغل على نفسي كويس وعملت جدا. خط وعامل حاجات صعبه. الحمد لله طبعا. طيب الناس تتواصل مع حضرتك ازاي؟ عن طريق انستجرام او الفيسبوك. الانستجرام بتاعك ايه والفيسبوك ايه؟ الانستجرام احمد مغازي اف دي. لا استنى بقى، احمد بتكتب ازاي؟ اي اتش ام اي دي. اي اتش ام اي دي. ايوه. بعدين مغازي. لازق فيها مغازي على مش طول. ال المغازي. لا مفيش سبيس. مفيش ومفيش ال مغازي. مغازي. مغازي على طول. اوكي. ام او. ام او جي اتش اي زد واي اف دي. اف دي. اف دي اختصار فاشون ديزاينر. برافو عليك. يبقى احمد مغازي اف دي على الانستجرام. على الانستجرام. ومغازي ام او. ام او جي اتش اي زد واي. اي زد واي. اف دي. اف دي. طب والفيسبوك؟ احمد مغازي فاشون ديزاينر. احمد مغازي ونفس الكلام نفس ال. طيب تيجي نشوف الجزء الاخير. يلا بينا. انت بهرتني النهارده، برافو عليك. يلا نشوف الجزء الاخير من الكولكشن الخاصه باحمد المغازي. مزيكا. Thank you.
الله، برافو عليك. ميرسي. انا فخور بيك وسعيد بيك، واكتر حاجه وصلتني طبعا النهارده ان انت اول ما جيت قلت لي كان عندي 12 سنه يا، وفي الاول قال لي يا استاذ شريف، قلت له ما تقوليش يا استاذ، انا شريف على طول. كان عندي 12 سنه يا استاذ شريف، وماما قالت لي يا رب كده عليه يعني ان هو يطلع ديزاينر ويطلع معايا في البرنامج. اتحققت الحمد لله. الحمد لله، عشان انت تستاهل تطلع في كل البرامج. ربنا يخليك. برافو عليك. ربنا يخليك. فخور بيك و... انا اللي فخور يعني. كل الكولكشن وانت طيب، وكل ما بيبقى فيه كولكشن جاهزه تكلم ايرا على طول. اكيد طبعا. كل ما يبقى فيه كولكشن تجيبيه على طول، ده حاجته حلوه قوي. الفستان الذهبي فظيع. ميرسي. شرفت ونورت. اشكرك. ميرسي يا بنات، عقبالكم كده يا رب. نلبس الفستان الذهبي ده. انت عليك هيبقى الميكرو، بس خد بالك بقى مقاس الفيل. انت جميله بروحك الحلوه. يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف، وبكره نكون معاكم ان شاء الله في نفس الميعاد.